موعظة نسائية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي المسلمة، إياك والكسل. الكسل داء مهلك ومضيع للهمم والطاقات. والكسل عندنا نوعين، كسل عقل وكسل بدن. كسل العقل إن أنا أهمل أعمال عقلي والنظر في ملكوت الله عز وجل وتدبر آياته العظيمة. كسل في العقل كمان إن أنا لا أعمل العقل في الحياة الدنيا وإصلاح الحياة وابتكار وإبداع كل ما يجدد ويصلح في حياتي. أما كسل البدن فمعروف طبعا إن أنا جسمي كله يبقى كسلان، مش قادر أدي لا أعمالي العادية وأبقى متثاقل كمان في أداء العبادة. علشان كده الكسل ده لازم كلنا نبعد عنه، كما أن الكسل مذموم في الإسلام، فقد وصفه الله عز وجل بأنه من صفات المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فمن صفات المنافقين الكسل، والكسل في أهم عبادة وهي الصلاة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان يستعيذ من الكسل والعجز، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فيا أيتها الأخت المسلمة الفاضلة، إياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلتي لم تؤدي حقا، وإن ضجرتي لم تقبلي حقا. كمان لينا في ستنا مريم رضي الله تعالى عنها قدوة طيبة وحسنة، فالله عز وجل وفر لها كل حاجة كانت محتاجها في الوقت ده، وهي الرطب جني، ومع ذلك أمرها إنها تهز النخلة، مع إن اللي وفر لها الأكل قادر إن هو يجيبه لها لحد عندها، لكن عشان يبين لنا سبحانه وتعالى قيمة العمل، إننا ما نكسلش لمجرد إن رزق الله عز وجل جالنا لحد عندنا، نحمد ربنا على هذه النعمة ونؤدي شكرها بالعمل الصالح لها. قال تعالى: وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فاللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، وندعوك بكل ما دعاك به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ من كل ما استعاذ به الحبيب صلى الله عليه وسلم.